وباللغط يا عمر اللي بيتقال بقى عن بعض اللعيبه اللي ممكن تسيب نادي الزمالك، بن شرقي، فرجاني ساسي، الناس دي ممكن تمشي فعلا ولا لا؟ انا شفت امبارح تصريحات متاخر بالليل لوكيل اعمال بن شرقي وقال انا ما قلتش اي حاجه واللعيب مكمل ومفيش اي مشكله. بالظبط بالظبط زي ما انت ذكرت يا ابو حميد كده، ان فعلا وكيل اعمال بن شرقي قال ان هو اللعيب صعب جدا ومكمل مع الزمالك، لسه فاضل له سنتين في عقده، اللاعب ما اتكلمش، اللاعب ما اشتكاش وهاجم التصريحات اللي طلعت. وهو ده الفرق بين الاهلي والزمالك، ان الزمالك لما بيقع للاسف للاسف ولاده بيكونوا هم اول ناس بيشمتوا فيه واول ناس بيحاولوا اكتر ان هم يصدروا الشائعات وان هم يقولوا اخبار مش صحيحه عن نادي الزمالك، عشان تكتر يعني الاشاعات كل ما بتكتر كل ما اللعيبه. التصريحات دي خرجت من ولاده؟ اه بالظبط كده، خرجت عن طريق احمد حسام ميدو في برنامجه في احدى القنوات الفضائيه يعني. فدي كانت حاجه غريبه. وهو رد وكيل اللاعبين كان رد مباشره على ميدو، انا عارف. هو كان رد مباشر على احمد حسام ميدو وقال ان هو ما فيش الكلام ده كله وما ينفعش ان الكلام ده يتم ذكره. والاغرب ان هو بيتقال عن طريق واحد من اولاد نادي الزمالك، صحيح. واحد من المفروض ان هم مدافعين الاكثر عن لا وميدو من محبين نادي الزمالك، ما حدش يقدر يشكك في ده، وان كانت تصريحات وكيل اللاعبين يعني حاده شويه، ولكن ما حدش يقدر يشكك في ان ميدو من محبين نادي الزمالك طبعا من ولاده. بالظبط بالظبط، وكالعاده كل فتره بيخرج بن شرقي اللي عايز يمشي، ساسي عايز يمشي، وكل مره بيتم نفي الكلام ده. فرجاني ساسي اعتقد عنده سنه في عقده لسه برضه. فرجاني ساسي متبقي ليه سبع شهور بالظبط يعني، عقده هيخلص شهر 6/2021 ان شاء الله. ولسه لحد دلوقتي يعني ما تمش التجديد، وفعلا ده كله بسبب المشاكل الاداريه مؤخرا. هل مرتضى هيمشي؟ هل هيكمل الكلام ده كله؟ وطبعا بعد رحيل مرتضى منصور يعني طبعا لسه ما جاش فيه فرصه ان يتم القعده مع فرجاني ساسي. صالح جمعه هيروح نادي الزمالك؟ في وجهه نظري ان صالح جمعه هو لحد دلوقتي يعني الزمالك مش قادر ان هو يبرم اي صفقه، ومش قادر ان هو يقعد مع اي لعيب، مش عارفين لسه الدنيا ماشيه ازاي والكلام ده كله. ولكن يعني هتكون الصفقه الاسهل على الاقل يعني، حاجه هتكون في ايدك ان انت حتى لو اللعيب مش جاهز بدنيا او الكلام ده كله، لكن تقدر ان انت تتعاقد معاه واللعيب هيرضى ان هو يجي حتى باقل المبالغ واقل العقود، يعني ان انت توافق ان انت تلعب في نادي الزمالك. لو نادي الزمالك اعلن عن شبه التعاقد مع صالح جمعه النادي الاهلي ممكن نفكر تاني، ولا خلاص هو خرج من القايمه؟ لا لا خلاص، صالح جمعه خارج النادي الاهلي تماما وبدون اي مقابل، استغناء عنه بشكل نهائي خلاص يعني. الاهلي بره اللعبه كده بشكل كبير جدا مع صالح جمعه، خلاص انتهت رحله صالح جمعه مع الاهلي، والاهلي خلاص يعني زي ما نقول كده فاض بيه الكيل مع صالح جمعه. يعني نتمنى له بصراحه، هو لعيب كويس جدا لو ركز جدا في الملعب هيفرق. لو الزمالك ضمه وركز، وهو في الاول اكيد هيركز جدا لانه هيحاول يثبت للجميع انه لا انا لسه عندي. هو صالح جمعه هيلعب على مين في نادي الزمالك لو راح؟ هيلعب على يوسف اوباما يعني. انا في وجهه نظري برضو يوسف اوباما الفتره الاخيره على الرغم يعني واضح جدا 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 تاثير غياب يوسف اوباما، على الرغم من انتقادات كبيره لنادي والونش وعبد الله جمعه، الصراحه كلهم مؤثرين جدا، كلهم مؤثرين بشكل كبير جدا. الزمالك بصراحه اتاثر بالغيابات الفتره الاخيره دي لدرجه ان هو رجع محمد اشرف رؤى تاني من طلاع الجيش، وشفنا امبارح بصراحه كان سوء مستوى مش طبيعي يعني. طبعا بنتمنى له السلامه بعد اصابته بالرباط الصليبي في الكره اللي وقع فيها في الشوط الثاني الاضافي قبل نهايه المباراه، ولكن خلاص انها صليبي يا عمر. بالظبط، يعني خلاص كده بنسبه كبيره يعني، اقل حاجه فيها اربع خمس شهور مع طبعا. محمد اشرف رؤى يعني نتمنى له السلامه. ولكن الزمالك انا في وجهه نظري هو ما كانش موجود في المباراه امبارح، ما يعني شفتش محمد اشرف رؤى طول ال 120 دقيقه غير في كره الهدف اللي تم الغائه، هو اللي كان عامل اسيست والكره اللي هو سددها في اخر اللي عملها الاونجم في اول المباراه. بالظبط كده، اللي دخلت جون وتم الغائه. يعني الزمالك دايما مش محظوظ في الكرات دي يعني. هو الزمالك مش محظوظ مع الفار قصدك؟ مش محظوظ مع الفار بالظبط كده ومع الاصابات يعني، حتى اوناجم اللي فعلا كان متالق بشكل واضح جدا في المباراه اتصاب وسط المباراه، ونزل مصطفى فتحي بصراحه يعني مستواه خلاص ما بقاش عارف بعيد طبعا بعيد لسه محتاج شغل كتير جدا مصطفى فتحي عشان يرجع جدا 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 يعني.